اسمك وهذا اللقب؟ اسمي مريم الحمادي. منين انت؟ من مكني. تشرف. قداش عمرك؟ 9 سنين. 9 سنين. قداش المعدل؟ 18. يا بنتي كانت حبيبي اه مش عارف تظهري عليك 18 باهي 18 معدل. صلي وسلم على سيدنا محمد. قرب الميكرو. انت تو كي مش تولي كبيره شتي تحب تولي تخدم؟ كان دبرتي خدمه معنا. انا بنخدم طبيبه. تو تولي ان شاء الله تو تولي. طب علينا اليوم ما زال مازلتي ان شاء الله. انت شكون جيت؟ انا ماما واختي. انت ماما واختك باهي. عندي صديقي الميكرو عندي. اسمك؟ سي عليا. سي عليا. يا هلا. احمد. بجاه ربي. لاباس. لاباس. انت شكون جيت؟ انا وخويا. انا وخويا. وين اخويا؟ قداش عمره؟ خويا 13. السلعه منين تجيبوا فيها السلعه؟ يحل فمك. قديم معدلين؟ قديم معدلين؟ قدام معدل 10 على 20. اللهم صل على النبي. وشنو ناوي تخدم ان شاء الله كي تولي كبير؟ ها؟ ماكش عارف. عسل انت اقوى واحد. عديله صاحبي عديله. تلفت غادي. سلاح. اعلى. شنو هي الاسم؟ ادم. اي بابا قداش عمرك بابا؟ 10 سنين. فاش تقرا؟ اه. يزد عليه يزد عليه. فاش تقرا بابا فاش تقرا؟ 5. اي والمعدل قداش بابا؟ 18. لازم نثبت عليه هذه شعل غير شعل. انت شكون جيت؟ انا ولاد عم. وين ولاد عمو؟ هذا ولد عمك؟ جايب 10؟ هذه مش تجي هذه. انت ولد عمو جايب 18 معدلة؟ ها؟ 9. 18. الله يصلي على النبي عليك. صحيح صح بارك الله عليك. نفس المعدل اللي نجحت به انا في الباك. وهذا عهد في النبي محمد 18 جبت في الباك. عامين عامين مع بعضهم عامين مع بعضهم. جبت 8 وبعد جبت 10. باهي كي مش تولي كبير ان شاء الله شو باش تكتب؟ مهندس. هاي تولي بابا صحيح. انا جيت حبيت نوريكم هو راه الشيء يضحك ولكن بنفس الوقت مدعاه للالم. باش نوريكم الجيل هذا شنو يغني في الاناشيد. الاناشيد نتاعهم هذوما. باش نوريكم احمد قبل شغل لنا. اي شد بنتي حفظتها سنين. هذه اللي كنا نغني فيها طاح علينا الليل. ايه تاع الشعر كافون. تفضل في الميكرو كل تفضل وحدها تغنيها كل ساكتين. طاح علينا الليل من ضحكة دمعة تسيل ومازا مازا مازا تيل. طاح علينا الليل. ايه اي تشيخ حتى يبعث. طاح علينا الليل. هي هذا ميتون فيرا. هاي شباب انت لا انت مذهبية في الاخر برجولية صح خاطر المواصفات هي هاي شي صح امشي شوية غادي. هاي تفضل بابا شلون. طاح علينا الليل من ضحكة دمعة تسير مازا 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 تيل. طاح علينا الليل. طاح علينا الليل انا بدنا خويا لهنا امشي. من ضحكة دمعة تسير مازا 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 تيل. هاي المقطع اللي بعده سيجارو ذاك تاع سيجارو اعطيه قالوا يا ديت انت تعال والله والله لو عاد يد عليك. طاح علينا الليل من ضحكة دمعة تسيل مازا 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 تيل. سيجار دوبر مسنتر متنجر كبتيح ومن سبابة قاعدة تسنجر صنعتك الصنعتة تتعصفر تتطرطر سنكت العمى هوني ميزانك تتحندر سبابة في المسيابة وخرتي مرح ما تعرفش القطة منين تجرون وتنتح تجرح تسرح العينيك وفتح أفرع لمين صعب جوانك مش باش تنجح أربي سيدي أربي حني فقر يا مارك طوبي وين المال لني حكومة مني والمجلس سينني راسي سطل دني لي سيجارو دني طاح علينا الليل سيد الوالي حل المناقشة.
هاي شنو هي المشاريع اللي باش تقدمها سيدي؟ هاي سيدي حطوا رواحكم انتم الوالي تو. قداش عمرك ولدي قلت لي؟ 12. تفضل. شنو المشروع تاع التنمية هذايا؟ اللهم يزرع الزطلة وكذا. هاي سيدي يعطيك الصحة صاحبي، أنا جيت حبيت نقول لك حاجة. محليك 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 الله غالب هي هذيك هي الوضعيه الكل تحطينا فيها الناس الكل فهمني ولا لقد وقعنا في الفخس فهمني بارك الله فيك. كانت تحب تقول حاجه تعرف شو اسمي انا ولا في الميكرو شو اسمي انا؟ يعمل جاست جربوها مع سلمى قطع صاحبي ان شاء الله قطع قطع انت اجي انت هاكم في الامان تعب شويه انت صاحبي ما وديتكش قولهم في الامان في الامان اه صحيح تقطع المرحله الاخرى كلام قولهم في الامان في الامان يعطيك الصحه بدك لازم يكون عمك صابر او غادي هو عمك صابر صفقوا عليهم بربي تصفيقه قويه برشا احنا ما تربيناش على طاح علينا الليل مزا مزا طيل وقبي قبي قبي ولا كور حسره اي عاد بيخو جيري انا شويه كور هاي فرمي على قلبي شيء برا صفى لنا كنت اسمع اخوي باشا ميرسي بوكو